السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من خلال الفيديو هذا إن شاء الله راح نشوفوا النوع الموالي للتعليمات وهي بداية الحلقات التكرارية. فأول حلقة تكرارية نشوفوها هنا فهي الحلقة التكرارية do while. إذا احنا عندنا ثلاثة، عندنا do while اللي هي تكافئ repeat until، عندنا for اللي عندها الإكيفالون تاعها في الألغوريثميك واسمها كذلك for، وعندنا while واللي هي نفسها while تاع الألغوريثميك. إذا الاختلاف فهو في إحدى الوحدة من الحلقات التكرارية وهي repeat until، يعني في مكان repeat until عندنا do while. إذا المسألة اللي راح نشوفوها شوفوا خلالها اللوب تاعنا أو الحلقة التكرارية هي تقول read the mark of student between 0 and 20، يعني نقرأ علامة طالب ولازم تكون محصورة بين 0 و 20. إذا هذا النوع تاع الحلقات التكرارية فهو فعال جدا في مثل الحالات كما هذه، يعني لما نطلب قيمة يمنحنا المستخدم ونريد أن تلك القيمة تكون تحقق شرطا ما، مثلا هنا العلامة الطالب لازم تكون محصورة بين 0 و 20. إذا كالعادة فعندنا include eustream using namespace std ثم int main، ثم نعرف هنا متغير نوعه عدد حقيقي، إذا float x وهذه كتابة بالخوارزمية. ثم بعد ذلك إليكم هنا الحل بلغة الخوارزمية أو in algorithmic. ف in algorithmic نكتب repeat معناتها أعد print give a mark between 0 and 20، أعطيني علامة محصورة بين 0 و 20، ثم read x، ثم بعد ذلك إذا التعليمتين print و read يتم تكرارهما إلى غاية until، إلى غاية أو حتى x يكون محصورا بين 0 و 20. إذا لو نحاول نقرأها بالعربية فمعناها أعد ماذا؟ أعد تعليمتين طباعة give a mark between 0 and 20 وقراءة قيمة x إلى غاية أو حتى يكون x محصورا بين 0 و 20. فكيف نكتب x محصور بين 0 و 20؟ نكتب هنا x أكبر أو يساوي الصفر، وفي نفس الوقت x أصغر أو يساوي 20. ونقدر كذلك نكتب الشرط هذا بالطريقة التالية لتكون يعني بصفة أوضح، نكتب هكذا مثلا، فنقول سأنسخ أكبر أو يساوي وسأكتبها هنا. فلاحظوا هنا يا فون سيصبح لدينا x محصور بين 0 و 20، الكتابة هذه يظهر لي هي أوضح من الكتابة السابقة، إذا x محصور بين 0 و 20. سنحاول الآن كتابة الشيء الذي يوافقها، الشيء الذي واقف يوافق هذه الكتابة، وباستعمال الحلقة التكرارية الموجودة في لغة C++ وهي do ثم while. إذا تبدأ بdo وتنتهي بwhile هكذا. إذا بالبداية اللوب تاعنا ستكون مباشرة بعد do، فيجب علينا وضع حاضنتين كالعادة. إذا كما تلاحظوا هنا يا فهكذا تصبح لدينا هكذا، إذا do بين الحاضنتين سنضع التعليمات. إذا كتعليمات هنا سنحاول طباعة النص give a mark between 0 and 20، وكذلك بعدها سنحاول قراءة قيمة العلامة. إذا كما قلنا في لغة C++ نعوض print ب C out، فنستعمل الرمزين أصغر أصغر في C out والرمزين أكبر أكبر في cin هكذا. إذا سنحاول تصحيح الأشياء اللي راهي مضافة هنا، فنحذف القوس من هنا ونحذف كذلك القوس من هنا، واضح؟ فدو الأشياء التي ستعاد أو التعليمات التي تعاد موجودة بين حاضنتين كما قلنا، دو سي أوت give a mark between 0 and 20 تطبع لنا على الشاشة هذا النص، ثم يليها قراءة قيمة X بعد إدخالها من طرف المستخدم لكي توضع داخل المتغير X. الآن ما هو الشرط الذي سنضعه داخل do while؟ فلاحظوا هنالك طريقتين لكتابة الشرط. الطريقة الأولى هي أننا سنعيد كتابة أو نسخ نفس الشرط الموجود ب repeat until، نفس الشرط هكذا
ونضعه بداخل قوسين، ثم نوضع هنا not. فلماذا نضع not؟ not تعني العكس، يعني عكس ذلك الشرط. لماذا؟ لماذا نضع not ولا نكتب الشرط مباشرة للحلقة التكرارية repeat until؟ السبب بسيط، لأنه repeat until بالعربية الفصحى معناها أعد حتى يتحقق الشرط، أما do while فمعناها افعل ما دام الشرط. يعني هنا الشرط الذي بصيغة while فهو شرط التكرار، يعني متى نكرر، متى يعيد طلب العلامة، متى يعيد طلب العلامة، يطلب العلامة لما تكون العلامة ليست محصورة بين 0 و20. أما في الحالة repeat until فمتى يطلب العلامة، يطلب العلامة في كل مرة، ومتى يتوقف، يتوقف بمجرد أن العلامة تكون محصورة بين 0 و20. بمعنى آخر، إذا كانت العلامة ليست محصورة بين 0 و20 فيعيد، وبالتالي الشرط الموجود هنا في repeat until هو شرط التوقف، يعني متى نتوقف، فنتوقف لما x يكون محصور بين 0 و20. أما في do while فهنا الشرط الذي نضعه هو شرط التكرار، يعني متى نكرر طباعة وقراءة قيمة جديدة، فنعيد لما يكون لدينا x غير محصور بين 0 و20. باختصار وبدون تفصيل في الأمر هذا بصفة مبالغة، فنتذكر دائما الشرط الذي عادة نضعه في repeat until ثم نسبقه بالكلمة المفتاحية not. not لتعني العكس. ولاحظوا هنا ملاحظة أخرى، فلاحظوا بأن القوس الكبير هنا فلديه مفتوح هنا ومغلوق هنا، وكذلك عندنا القوس الذي في الداخل الذي يسبقه not، إذن يفتح هنا ويغلق مباشرة قبل القوس الأخير. إذن حذاري هنا، دائما الشروط تاعنا لازم تكون موضوعة دائما داخل قوس كبير، إذن دوما يجب وضع قوس كبير. إذن هذه الكتابة الأولى، وأظن بأنها أبسط كتابة ممكنة، ولكن هنالك كتابة أخرى فنستطيع كتابة ماذا؟ لاحظوا هنا، فنكتب، سأحاول نسخ كل هذا الشيء وأحاول كتابته هنا مع بعض التغييرات. فهنا ما الذي سأفعله؟ سأقوم بتوزيع النوت على باقي العبارة، سأوزع نوت على باقي العبارة، وبالتالي لما نوزع نوت على باقي العبارة فمعناها نعكس الشرط الأول فيصبح هنا أكبر تماماً، صفر أكبر تماماً من x، يعني x أصغر من صفر تماماً، إذن سنحاول كتابته هنا أصغر تماماً كذا، ونعكس AND وعكس AND فهو OR، ثم كذلك نعكس أصغر أو يساوي فتصبح هنا أكبر تماماً. إذن ما معنى ذلك؟ معناها يعيد تكرار التعليمتين طباعة وقراءة قيمة x ما دام x أكبر ما دام x هنا أخطأت في الشرط، فعكس أصغر أو يساوي هو أكبر تماما، هذا كان خطأ من عندي، دونك هنا المفروض نكتب أكبر تماما هكذا. إذن هنا معناها نعيد تكرار التعليمتين ما دام x أصغر من صفر تماما أو x أكبر تماماً من 20، بمعنى x خارج المجال. إذن من هنا فصاعداً، فمثلاً نريد أن x يكون محصوراً بين 0 و20، فنكتب الشرط هذا كاملاً، x محصور بين 0 و20، ثم نسبقه بنوت قبل ذلك الشرط، ثم نضع الأقواس الخارجية، واضح؟ وهنالك كتابة ثانية كما قلنا، فالمفروض هنا أننا نعكس الشرط الذي نستعمله عادة بريبيت أنتر. إذن سأحاول هنا طباعة قيمة x بعد الحلقة التكرارية لكي نتأكد بأن قيمة x التي قرأناها فهي قيمة صحيحة. إذن سنطبع هنا قيمة x تساوي كذا، ثم نضيف الرمزين أصغر أصغر، ثم بعد ذلك نضيف x. إذن سأحاول تنفيذ البرنامج هنا كالعادة، فنقدر نطبع أو ننقل مباشرة على هذا الزر وين مكتوب build and run كذا. نذكر بأنني أستعمل الـ IDE code blocks هنا، إذن سوف يبحث عن أخطاء شكلية أو syntactic errors،
سوف نلاحظ بأنه بمجرد في كل مرة نعطي له قيمة ليست محصورة بين 0 و20 فيعيد في كل مرة طباعة النص give mark between 0 and 20. فسأدخل له علامة خاطئة مثلا العلامة ناقص 1، فلاحظوا بهنا يعيد طباعة نفس النص give mark between 0 and 20 وكأنه يصر. لاحظوا هنا لو أدخل قيمة جديدة مثلا 21 هي قيمة خاطئة، فنفس الشيء يطبع